رح نبلش نهارنا اليوم شوجر فري. خلينا عارفك على مايا هالمرة. لا هالمرة عن جد ما تكذب، انا مخفف سكر بس هالمرة عن جد رح عارفك على مايا انسن سويتس اللي بتعمل اشياء كتير حلوة. بتعرفي تعرفنا على بعضنا بلبنان من زمان وانا سامع عنا بلبنان. يس يلا شوجر فري، جلوتين فري، لاكتوز فري، هنشوف اذا رح تداين كل النهار. بس انا مخفف سكر. انا مايا مهربي، فاوندر اوف انيسنت سويتس. صار لي اولموست هون بدبي عم اشتغل على هذا البروجكت اللي اولموست سنتين، بس مبلش اوبريشن صار لي 5 اشهر من مارتش. ذا كونسبت از بعمل كل شيء جلوتين ديري اند شوجر فري ديزرتس، ايفرثينج از فيجن. بحب البيكنج سينس اي واز ا كيد، سو صار عندي ميديكال كونديشن 6 ييرز اجو. I cannot have gluten, dairy and sugar. So قلت إنه كش بدي أعمل. So I started to make up my own desserts at home and substitute the ingredients that suits my condition and at the same time that satisfy my cravings. الكونسبت إنه أنا أكل دسر اللي أوريدي أنا معودة أكلهم بس بطريقة هيلثي، مش إنه أنا بدي أقعد أخترع دسر، بدي أكل دسر أنا أوريدي معودة عليه، يعني التيرمز اللي إحنا معودين عليهم مثل البراوني، مثل الأوريو، نوتيلا، البانكيكس، مناقيش، حتى بعمل مناقيش، تشيز كيكس، بانوفي بايز، سو كل اللي نحن معودين عليهم بس بطريقة هيلثي. And هيك just through word of mouth through Instagram صارت بزنس. وأوريدي أنا مبلشة بلبنان ببيروت and proudly يعني أنا مبلشة بلبنان. بس and you can see حتى هون إنه على الحيط إنه I have Beirut on my wall. بس خلاص هلا قررت إنه I have to expand and Dubai كمان it's a very good exposure for me. So فتحت محل أنا بلبنان I have a kitchen بس هون بدبي I have صار عندي محل في منقدم كوفي، جوسز، سموذيز، عندي قعدة، my happy place. Okay, so هون بعمل all my desserts. رح فرجيكم أول شيء my ingredients. Okay, مثلا نحن نستعمل كل شيء gluten free، يعني من الفلاور للأوت للكوكونات شجر، الكاكاو كله بيكون organic، كل شيء seeds، nuts، الالمند ميك، ميبل سيرب، الكوكونات اويل، حتى الكوكونات كريم والكوكونات ميلك. So I try as much as I can and to make it as healthy as possible. حتى كمان في عندي الماشينات تبعول النوت باتر اللي هن بيور بينات، بيور المند، بيور هيزلنوت. في عنا كيكس، في عنا سو ماني فليفرز، يعني مثل براوني، فانيلا، ماربل كيك، كل شيء نحن معودين ناكلهم، بان كيكس، تشوروز، باونتي، حتى بس عملت تويست انه راسبيري باونتي، كوكيز، نوتيلا ستافت كوكيز، عندي حتى الاوريو كمان، انرجي بولز، بارز، تشيز كيكس، حتى مثلا اوريو تشيز كيك، نوتيلا، بينات باتر، بانوفي باي، بانانا بودينج، تيراميسو، جرانولاز، حتى كمان في هلا مناقيش كمان نحطهم بالفرن. سهولة كنا عم نحكي عن شوجر فري. بتستعملي اسبرتام يعني مثل دايت كوك او لا ناتشورال؟ لا لا كل شيء ناتشورال سويتنر، بس بستعمل تمر، كوكونات شوجر اند ميبل سيرب. سو هاي اي يو هاف تو جو داون نخلطهم مع بعضهم. فيري ناتشورال فليفر، سوبر ناتشورال فليفر. سو الكراميل عملته من التمر. اوف انت بلش من الاول. وهذا الكريم، هذه كوكونات كريم. فيري نايس، نايسلي دون. يعني الطعم تبع واحد بده شوي وقت يتعود عليه لانه ناتشورال، بس ونس بتتعود عليه ما في وقت فيك ترجع تاكل الديزرتس اللي ما عودين ناكلهم. ناتشورال زعتر، زعتر من لبنان. فا
بوت برادلي very fresh taste. مش عم بعرف نفسرها بطريقة مزبوطة لأنه نحن معودين على سكر, معودين على حليب, معودين على كتير flavors يمين شمال, and then comes something ضايعة كنا مقطوفة هلا. شو كتير كتير حابين ندوق الفينة نوتيلا. ايه اكيد نوتيلا. لا مش نوتيلا, احسن شوكليت هيزل نوت سبريد. اقسى شوي لانه ما فيه كل الاميلتيفايرز والاخبار. ناتشرال انجريدينتس, ناتشرال برودكتس, هيزل نوت, كوكونات شوجر اند كاكاو اند ذاتس ات. سبريدبل. واو اف عن جد. اف 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 طعمة الكاكاو موجودة, طعمة النتس موجودة, and very natural. عم تل عم تلفع. very good alternative حتى للبانكيكس, حتى على الساندويتش. إذا حدا معه سكري عندك. Yes. إذا حدا عنده لاكتوز انتوليرنس عندك. إذا حدا ما بيقدر ياكل خبز وجلوتين وإتسترا يجي لعندي. عندك. وكل واحد من الأشياء اللي بتعمليهم في the three things combined. وبلس حتى كمان كل شيء محطوط عليه الانجريديان وسوتبل فور, وبلس حتى كمان الماكروز يعني اذا دي بروتين كاربس فات بيهمه يعني كمان اكيد. يلي بياكل من عندك بكره ظهر عشية بيضعف؟ ايه انا بتاكلت بلبنان انه فيني انا يمكن دايتيشنز هني كانوا ينصحوا بماي برودكتس بحط ماي ايتمز عند دايتيشنز هني كانوا they recommend my items. فكر what's next. جرام. واو شكل هاي بتربح بيك تايم وينر. كيف بيقدر براون يكون طعمته هالقد قوية هالقد شوكليتي طبيعية؟ هذه الكلمة عم فتش عليها. مويست فلافي سويت بلا سكر and enjoyable. We can have an innocent dessert يعني at the same time delicious. That's a winner. Big time. Bravo, good job. Thank you. حلو. نهار اللي بقرر وقف سكر. وتخفيق بالمطاعم ما كل شيء. هو فيك انت فيك تضلك عم تاكل desserts طيبين بس بلا سكر. ليش لا؟ كثير مزبوط. ايه هو هيك الواحد بس ليتعود على الفكره الواحد once you start with these items كثير صعب ترجع تقدر تقبل البيور سكر.
Welcome to Wise Guys. We are a deli shop, not just a regular sandwich. It's a very well combined sandwiches. نحن proudly Lebanese. شركة في عنا طحينة ريستورنت وفي عنا عم نفتح سبيك إيزي بار اسمه مونشاين وانتو هلأ بوايز جايز عم نجربوا أطيب ساندويتش بدبي. So حناخد الوايز جايز هي our most famous sandwich وحناخد السموك تركي يلي هي forget about it فيها بيكورينو سموك تركي مع مارينيت توميتو وأروغولا. It's a beef pastrami مع كراملايز أونيون وجاردينيرو يلي هي روست بالبابر and pickled وبتجي مع أروغولا وبين سبراوتس بخبز الساور دو هي فوكاشيا بريد مع بيكورينو تشيز ترافل بيست سموك تركي مارينيت توميتو وأروغولا. تخيلوا انتم عم تمشوا بجيت افنيو، جيت افنيو هي 880 متر من المحلات بتوصلوا بنيات ببعضهم بي دي اي اف سي، بتوصلوا بتشوفوا باب براد بس هو مش براد، هو سبيك ايزي رح يفتح قريبا اسمه وايز جايز. نحن عم نتمشى وقفنا قدام محل كثير حلو، طلع بينت هيك الناس عم تعمل سندويشات جوا دغري بيلفت النظر، برمنا طلعنا عيط لي وقال لي قرب قرب بدك تذوق اصحاب اللبنانيين. فمين طلع؟ طلع الشباب كلهم اصحابنا، فقلنا بنوقف وناكل ذات فيمس ساندويتش اللي بحبه كثير. عرفتوا الساندويتش لايرز كولرز يعني بتعرف قديش بحب هيك ساندويتشز. فرحنا نقعد هون على رواق نعد الناس ونبصبص على العالم وناكل ساندويتش طيب. مبسوط فيهم كثير، بتعرفوا كل ما سافر بطلب تشيز ساندويتش. بحب كثير الساور دو كيف بحطوا لها زبده، كيف بحمصوها زيت زيتون شوي. ستاكت ساندويتش اشتغلت على هذا الكونسبت من 4-5 سنين بالبيت بنعملهم، بحبهم كثير. بندوقهم سوا. واو اوه ذس از سو جود. سو ريفريشنلي جود. خبزة توب، سمكتها روعة، مكونات جوا، كمية السلايسز الهام اللي محطوطين اكسلنت. اند ذن ليك هون فوكاتشيا ستايل ريتش لودد وذ فليفر. Complex and simple at the same time. Bravo. Really bravo. عن جد. Yummy. مين ورا الكونسبت؟ ورا الكونسبت رياض. رياض أبو لطيف. تعرفنا على بعضنا بسوق الأكل من كتير كتير زمان. بستريت فود ماركت. هذا الزلمة عمل اختراعات بتعقد. From architect to restaurant creator. بيبرع بالأكل. من اول الناس اللي عملت البولد ميت، اللحمه، الجريلينج. فتح بمرمخيل، فتح بفرديناند بالحمره. دقيت له لا، قلت له انا عندك. راكد بقى جاي راكد من البيت، رح ننطر انا بعرفكم عليه. مين ورا رح ناخذ كاس سانز الكول. بوليس سيب يلي هي ليتشي روستي ووتر اجافي، وهون فات توني يلي هي كاموميتي. ما رح صور لكم جوا لانه بعده اندر كونستراكشن. بعد ناقص. تشيرز. قلت لهم انا هلا خبرتهم قبل شوي، قلت لهم بدي اعرفكم على صديقي القديم يلي من 2015 16 14 اخر 14 15. ايه مسوي الاكل فود ماركت ميتس اند بريد فردينو. وانت كفيت، وانت كفيت من حدا اركيتكت صفيت بالاكل وواضح بتحب الاكل شوي. مش عم بقدر اخبيهم. اهم شيء قلبك طيب، قلبك نظيف، لذيذ، قريب على القلب. وفجاه صرت بدبي. اكلت هلا ساندويشات طيبين حبيت. ماي دريم كوم ترو. هو ساندويش بيكون بالبيت. هذا الكونسيبت بعرف اجيك شويه صور يلي من 2016 عندي اياه. اوكي بس انا مش شيف. خليني بحكي. ما بتعدى على مصالحنا. رياض ان نوتشل، مين من وين لهون؟ انا اسمي رياض ابو لطيف. ام باشنت اباوت فود. وي هاف brands with good reputation الحمد لله بلبنان، لانه بنهتم بالبرودكت، بنهتم بالناس، بنهتم بالسيرفيس تبعونا. يعني we don't get to choose to work in this domain. يعني as an architect يعني it's actually the other way. Hospitality chooses you to work in it. Dubai is this, an insurance card. كلنا بنعرف قصة لبنان بلدنا. يعني نحن مثل الشجرة بتقبعها من لبنان
فعليا بدون مجامله مثل شجره بتقبعها من لبنان كثير صعب اي بلد، مع انه امارات شعبا وحكومه وناس وكل شيء في سيرفيسز محترمين بالتعامل معهم هناك، بس بضل في الهوم سيكنس، بضل في عندك انه مش معقول مش يعني تاكل شيء بيشبه اللبناني بس بضل في ريحه الجو باللبنان، الشجره، الباب، الطريق لما تشتي، كله هيدا وربينا بلبنان. صعبه بس في عندنا مسؤوليات، في عندنا مسؤوليات خاصه بالعائله وكل شيء، وعندنا مسؤوليات انه عطول نوصل مسج انه نحن بلبنان نوصل بننجح. We are in the head of the game when it comes to F&B. يعني we're creative, we're there. So it's like a responsibility to represent عدنا بلدنا ونكون فخورين دائما. قلت لي أطيب صابلي بالبلد؟ أنا هيك بقول. إف؟ لا إف. ملح من فوق. بيضرب على السين بالأول. بوم. Great quality chocolate. التفاصيل textures طبعاً. حتى هول الشوكولاتة كيف حاطتهم مش لبدهم لبت مثل الصابلي بنعرفه. Very thin. Very flaky. شوكولا أكتر من صابلي. Oh my god. لا طيب. لا ما بيك شيء. لا ماشي حالك. انا اتعلم. قلت لك انا كمان بس للتاريخ طفش خلقي صار له بعيد عني شي 3 سنين مش شايفني ومش سائل عني صح فور ذا ريكورد. ايه هيدي اول مره بشوفه من 3 سنين. كل واحد حاسس بالظلم وبالذنب وبال لا. لا في محبه بعدين بتشوفوه بعدين المستقبل. شو عم تعمل؟ عم بغير الفلايت. عن جد عم تحكي؟ ايه. هل قد عبالك تتغدى معي؟ يلا نتغدى. انا ما بضيع. ساندويتشز كانت بونس قبل ما نكفي نهارنا وصار وقت الغداء. اكل لبناني خبروني عنه المطعم غير شكل وهلا مندوق. قبل عم بخبركم عن دبي. يلي منه جاي لهون او يلي عم بيحضر فيديوز من كل بلدان العالم وعم بيقول طب دبي عم نسمع دبي غاليه، دبي منيحه مش منيحه، دبي بنقول عليها او لا، دبي دبي دبي. خلينا خبركم شو هي دبي. دبي غاليه يمكن وعم تغلى اكثر واكثر، بس دبي فيها كل شيء. دبي للغني وللفقير، دبي لك كل العالم. دبي فيها يلي عباله يقعد على البول، يلي عباله يتشمس، يلي عباله يعمل سكي، دبي يلي عباله يشتغل. دبي هي البلد اللي فيها من كل شيء شغل كل الوقت، سريعه عم تنهض عم تكبر عم تتطور بشكل مش معقول. مزبوط البيوت عم بيغلوا اكثر واكثر، up to 35% غلى مؤخرا، بس كل شيء عم بيطلع معه. في توظيف، في شغل، في حركه، في اكثر من 15000 بلس كونسبت ديليفري، في 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 اكشن بشكل مش معقول. دبي محل ما بتحسوا حالكم عبالكم تشتغلوا، عبالكم تركضوا، عبالكم تعملوا شيء. اوتيلات فولي بوكت وغيرهم عم بيفتح اكثر واكثر، مطاعم كومبيتيشن. هذا الشيء بوصلنا على محل ثاني. طالما في كومبيتيشن هالقد يعني ستاندرد كثير عاليين، طالما في كومبيتيشن هالقد يعني ممنوع حدا يعمل شغل نص على نص، يعني ما في واحد يقول طب ما يلا. وبتعرفوا ببرمتة يمكن حضرتوا امريكا خبركم انه السيرفيس رجع لورا، موظفين ما في، ما حدا عم بيلو يشتغل، اوتيلات كتير عاطله. ايه هاي بدبي ما بتصير ابدا. من اصغر اوتيل لاكبر اوتيل، فيري هاي ستاندرد، فيري هاي اتنشن. يمكن اهم موظفين بالعالم عم تجي لهون، كل الجنسيات مجموعين، اكثر من 686 تكنولوجي، ان كان الترينز، ان كان الطرقات، ان كان السيستمز، ان كان يو نيم ات. مزبوط غاليه يمكن، بس بيجي معها كل الاوفر سيرفيسز. يلي بيشتغل بيقدر يكفي، يلي بيقدر يلي بيتعب بيقدر يكفي، وواحد بيقدر يقرر بيقدر يعيش
بهالقد وبيقدر يعيش بهالقد، بيقدر يعيش بداون تاون، بيقدر يعيش بعيد. في لكل حدا بدبي اصلا باحسن طريقه ممكنه. مش عم اعمل لها دعايه بس انه سمعت وحسيت باخر سفراتي ان كانوا باستراليا او ان كان بامريكا وان كان وين ما كان، انه طب دبي شو بنعمل؟ بنجي ما بنجي؟ شو عم نسمع؟ شو عم نشوف؟ وفي ناس كتير عم تنقل لهون خاصه من استراليا وعم بسمع عنهم اكثر واكثر مؤخرا. anyway دبي نهارنا بكفي مثل ما قلت لكم هالجمعه انا ونال، كان هيدا كيبوني صار اسر وقت الغدا لسيران مطعم رائع رائع من الجمال. يلا نتفرج سوا قبل ما نقعد نتعرف على الشيف وناكل. بدي اخذ لحظه قبل ما نكفي فرجيكم مشان روحانا شغل روعه روعه روعه. اللبناني بكل فخر تلاقينا فيه بعده معارض شغل صح. لبنان بفرجيه باحلى صوره ممكنه بالوان كتير حلوين very fresh and very vibrant، وشارين حاطين الاوريجينال تابلويات تبعه تقريبا 3-4 7-8. فعلا اول ما تفوتوا ديكور ديزاين هاي اند، ان كان البلاط على الارض اللي شايفينه هون اللي مسمينه احنا بلاط شعيا والوانه، ان كان الحجر القناطر والتابلويات والالوان الحلوه كتير الازرق الفاتح بيوتيفلي دون ريلي سوبر بيوتيفلي دون هاي اند ديزاين فري كلاسي مع هيك ده الاحساس اللي بحس حالي قاعد بلبنان او بالضيعه. كيف زبطة معهم تنيناتهم؟ مرحبا انتن، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. معك شيف احمد من طرابلس لبنان، صار لي من 2004 بالمهنة واليوم بدنا ندوقك المزات اللبنانية والاكل اللبناني. المزات اللبنانية بشكل عام المزة السخنة والمزة البردي، المين كورس، المشاوي، السمك، عندنا الحمص، عندنا اجراءات لسلق الحمص اكيد وقشره وطحنه، بنقشره ما بنخلي فيه ولا قشره وبنسلقه منيح، واكيد نوع الطحينه وعلى الحامض الفريش اهم شيء بنستعمله. نحن عم نبلش بالفتوش، خيار، خس، روكا، بصل اخضر، غير المكونات اغلبيتهم من لبنان. بدي فرجيكم هالمطبخ الروعه، بس خلينا نبرم صور قديش صغير، قديه مهضوم، قديه مرتب، قديش نظيف، قديش الجريل ابيض، قديش شرح حتى لو ضيق على بعضه، الريحه حلوه، الشبيب عم تشتغل كلها سوا بضحكه كتير حلوه، كله عم يشتغل من قلبه. بتفوت على المطبخ من فتحه الباب بتحس ذس از ات. بتعرفوا اغلبيه المطابخ في كثير عالم بتقول تفضل اهلا وسهلا، وفي كثير عالم بتقول لا بفضل بلاها،
فساعات حدا بيقول لي تفضل على المطبخ هون بيكون ربح 10 نقط. نرجع بتفوت وتشوف المطبخ الحلو والجو الحلو والشبيبة عم تشتغل مع بعضنا هون 10 نقط تانين. الله يقويكم. رح نفرجيكم هلا الكب النية زيت الزيتون الجاي دغري طازة من لبنان دبس الرمان one of the famous brands الموجودة معنا الزيتونات كمان ايوه شغل السنة شغل السنة الزيت رائع وانتبهتوا النظافة الطنجرة حد التاني وما في شيء مجعلغة وما في شيء بدبق يعني مكتوب القرب من عنوانه أنا أكيد الأكل رح يطلع بعقل مي فريش يوميا للكب الني الكب الني نحن نضربها اللحمة هبرة نضربها على المكنة ملسة نحط شوية بصل ونعنع يلا من المطبخ نطلع دغري لبرا تشوف اذا نال جاهزه في عنا غدا مع الاصحاب لا 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 انت كمان هون وين في اكل طيب وين في اكل يعني؟ طيب وين بده شيء يعني ما عنا سرتلك رح نتغدى سوا كيف بتبصوا هيك حبيبي مع نال والاصحاب ميرسي كتر خيركم منكفي انه الصحون كتير حلوين البرزنتيشن كتير حلوة والجو بالمطبخ كتير مهم رح بلش بالحمص يلي هو المكتوب بنقرأ من عنوان حمصات بلاتون كريمي لونه ابيض حياتي هون هون كيه لحظة شوي انا مجوزته حمصات رائعين 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 الطحين الحامض الملح على القد مكونات روعة حمصات رائعين فعلا 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 من دفنتي من الأهم بالإمارات من أول دارب عيني على هذا فرح أشتك معلقتك فتة أكيد من بعد ما أنا أدوق أكيد أنه طيب كتير فتة الشريمب مع تحت بالكعب في شوية خبز محمص وشوية باذنجان مقلي لبن طحينة كريمينس بتسطل بتعرفوا المكتوب بالعرب من عنوانه وقت ما فتنا الديكار توب التابلويات حسيت انبسطت كتير بعد المحل نحن بقى فاني بلوس يلي هو على مدخل البالم ان اسكيب على لبنان بكتشي قاعدة على رواق عجبة ما فيه ما نكون على التطوار ما نكون على الطريق ما نكون على الـ على الـ على الطريق عام بأول طابق and here comes amazement شو؟ يمين بقى هاي انت بقى هاي دوقها عم خفف الرحمة دوقها خلص معني تلع لك دوقها ايه معني معني تلع راوند تو الباقي مرحبا انتوني كيفك جورج فرحات معك من الخلشارة متن الشمالي اكيد زرتها وبتعرفها اوكي صار لي 29 سنه بدبي كنت قبل بانتر كونتيننتال جروب 26 سنه جيت على ماينر جروب اللي هي الشركه الام للافاني بلس صار 3 سنين الاوتيل انا فتحته لما جيت على الاوتيل كان في 3 كرينز وذن 4 مانثس فتحته بنص الكوفيد
فتحت الأوتيل. ومثل ما انك شايف هذا لاسيران الاسم طلع فحوة من البحر حد البحر. وعملناه بشركة الديزاين لهذا المطعم هي H plus A, one of the best بدبي. بالفعل عطيتهم الفيجن نحن والأونرشيب, مثل ما عطيناهم الفيجن بالفعل طبقوا. وبعد عزموك الرسمات لميشيل روحانا أشرفية, نزلت لعنده على بيروت. باي ذا واي البي اي تبعي لقيت اسمه على الاونلاين وطلع الاونر تبعي بيعرفه, ف دغري مدينه معه. عمل لي هني بظرف 3 جماع 8 صور, نزلت على بيروت جبتهم حملتهم بايدي وجيت بروستهم بدبي. بالفعل طلع شيء كثير حلو. اذا بتشوف خنشاره بور الشوير, عندك الارز, عندك جبال, عندك وجونيا اكيد, يعني فبتشوف في طباع لبناني كثير مرتب. ومن بلاط لديكور لسقف لكل شيء فيه. بالفعل العمل كتير حلو, منه كبير 44 سيت مثل ما انت شايفه, وبرا 40 سيت على الشيشة لونج. عنا التراس كتير حلو وقت الصيف, عملنا افتتاح حلو بحضور العنصر اللبناني بدبي, مع جبنا كل الميديا ب 27 ابريل. It was very successful. بالنسبة للأكل هي very authentic Lebanese food. الشيف أحمد مثل ما أنت شفت, أنا الشيف صار له معي سنة ونص, أخذته قبل ما أعمل المحل. فأول انترفيو بيعمل أكل فود تيستينج أعطيته الأوفر هو واقف وخليته سنة معي. فطلبت منه أن يكون الأكل كتير أوتنتيك كتير لبناني, تعرف أنه تجيب الطعم منا هينة. بعدد أكلت أنت وتعطي رأيك, فككواليتي يعني أخذتنا وقت, عملنا كتير أكل. بس الشاب كتير شيف أحمد إنه one of the best I think. ما إذا أكلت السويت الانطور وكل الحلو تبعه لأنه شغل إيده, خريج فندقية يمكن قالك هو وين شاغل كمان. بس تعبنا سوا ولقيت, لأنه بالفعل شيف أحمد he is the success of the place. فعلاً عظيم, فعلاً عظيم. انت ما عم تاكل اليوم ايه؟ فعلاً عظيم. بيك مرسومة بوستة بيوم هيك صورة فيش تعدو بدك ورا تعدو كمية اللحم اللي بقلبهم, ما بتحس بالحسكة, منها ناشفة. ايش لا فعلاً شو هالكواليتي, حمصات عظيمين مش معقول. شو هالكواليتي حمص بيروتي اللي عملناه جوا مع الزيت اللبناني التنك الطازة, ما عندي شو اقوله. دايما معودين علي الكبة الحمص, يعني تبسم نغير عويدنا. هيدي الكبة وهول الحمصات, حمصاتهم رائعين. برجع بعيد بأكد ان حمصاتهم من الاهم بالبلد. كبة توب. ولا غلطة مصدقة ولا غلطة. شو بشمه للدود يعني؟ طبعا انا بحاسة الشمع عندي رائعة بقري, بس حامة الدود حاسة الدود اهم بكتير. هيك بدنا ندوق هون هون هون. ربيع موقف سكر فقلت ما رعيت له يجي على الدسير, بس عنده مفروكة شكلها وقفتها عظيمة. إذا الأكل مهم هيدا بعد ليفل أكتر. بتعرفوا مفروكة لما أنا ملبدة على بعضها كتير, يلي كتير خفيفة اللي كتير ناعمة عبالك؟ منك مخفف سكر؟ مفروكة لوز, مفروكة فستق, قشطة. ربيع ما فيك انتون عملتني موقف حمص وعملتني موقف سكر وانا لا موقف لها ولها شمه ولا تدوق. ربيع رائعة 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 رائعة, مفروكة توب. هاي
بعد اهم اثنينهم يمين الكنافه حبيت الكنافه او المهلبيه بالاخر ختامها مسك. او ماي جاد وين كان مخبى هالمحل؟ اه عبالك دوق مش مخفف سكر؟ لا لا انا شو مو لدوق انا مقدم ختامها مسك خويت عن جد خويت I'm super loving it حقنا ودقنا كل شيء ما بيمنع ندوق هيدا كنت موقف سكر امبارح كانوا الاكلات مهمين لازم فوت على المطبخ قل له برافو للشيف شيف اهلا وسهلا فيك من قلبي حمصاتك رائعين 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 شرفنا وكل شيء فرصة سعيدة شو هاللحمة شو بتعمل فيها شو بتغنجها تطلع هالقد طرية سمبوسكات الكبة ايش السمك بزرة روعة مش شربانين زيت تراوتهم والحلو بالاخر بهنيك من قلبي اهلا وسهلا فيك لازم نحطوا لك upgraded executive chef سو شيف ان شاء الله هلا وسهلا باي ربيع ربيع ناطرنا جورج بنطلع نشوف بنت هاوس تخيل ما اسمه بنت هاوس شو اسمه؟ اسمه سي سويت اذا طالع تشوف سويت بعدين سي سويت عم تشوف البحر من فوق يا انطوني شو ما اسمه شو بنت هاوس شو؟ ما اسمه بنت هاوس اسمه سي سويت تعال نطلع نشوف تعرفنا على جورج وطبوا اللبنانيين على بعضهم وقال لي انطوني فرجيك منظر يمكن احلى منظر بدبي بالطابق 43 ببناية أفاني بلاس يلي هي نصها فرنش أبارتمنتس ونصها أوتيل والمطعم على الطابق الأول Enjoy one of the best views ever يلي هي بتشوف دبي وبتشوف البالم من نقطة كتير حلوة Oh my goodness Oh my god جاي شوف واتاكد اذا قدر ياجل التيكت جينا عم طحينه ما قلت لكم بس كان عم بجرب يلغي التيكت هل زبطت معه اجلت التيكت بس نتغدى سوا انا نتغدى سوا اكيد Hi Anthony. أنا Great Hospitality. بلشنا in 2021. We're five partners. بلشت الشركة بفيجن عندي إياها كانت
انه لازم اعمل ماي اون كومباني. انا اف ام بي باك جراوند، كنت قبل بلبنان وقبل بالبرازيل وقبل البرازيل بامريكا. سو ذا هول ستوري كيم اوت انه دريم ولازم يتحقق. وبلشنا جريت هوسبيتاليتي ان 2021. وي ستارتد وذ سمول برجر كونسبت كولد سماشت. ورجعنا اتطورنا، فتحنا طحيني، فتحنا وايز جايز، هلا عم نفتح مون شاين. كونسبتس ان ذا بايب لاين جايين. ونحن كلنا مثل عائله مع بعضنا. وي ورك ريلي هارد اور اون كونسبت اور اون اور كونسبتس. وي ثينك اباوت ذم، وي جو اوت اوف ذا بوكس. مثل ما انك شايف هلا حتشوف بطحيني، مثل ما شفت اليوم بوايز جايز. مون شاين كمان different drinks, different vibe. So Anthony, Tahini هو our second concept. نحن موجودين ب One Central area. It's a hub for offices. قريبين على المعارض، قريبين على Museum of the Future. The soul of Tahini بيجي من Levantine، بيجي من المنطقة اللي نحن منعيش فيها لبنان، اللي هو Essential سوريا، Southern part of Turkey. Palestine, northern part of Egypt, and a bit of a stretch towards Iraq. And هيدا الأرض أرض فيها كتير خير يعني. بس قديش منقول إنه مثلاً for example الزيتون كتير طيب بلبنان، بس تعال جرب زيتون تبع فلسطين يلي هو جورمي، أنا بحسه كتير طيب كمان يعني. هيدا الأرض عندها potential. بعتقد أجدادنا اشتغلوا وعرفوا قديش قيمتها. نحنا لازم نكمل هالقصة يعني، لازم يكون عنا مسؤولية. بعتقد تاريخنا من خلال الأكل على القليلة. لازم نكمل بس الخبرية لأولادنا كمان يعرفوا كمالة الخبرية، أولاد أولادنا، لأنه هو هيدي هويتنا. وأصعب شيء بالدنيا أنه تعيش بدون هوية. فأخذنا هيدا الكونسبت، أخذنا الليفنتاين وشفنا شو في إنجريدينس فينا نشتغلون، وعم نطوعهم بقلب الكيتشن. عندنا open hearth، عندنا ميزا كاونتر يعني بنحط فيه الكولد ميزا، لأنه بهيدي المنطقة في كتير varieties. الحمص بفلسطين مش مثل الحمص بتركيا، مش مثل حمصنا اللي هو أطيب شيء، بس بتحيز، بس نقدر نفرجي هالvariety. هذا الشيء بيخلق للزبون excitement، أو للvisitor، أو للشخص عم يعمل هالexperience excitement. أنا بدي أجرب هذا الشيء، I want to try. And then بكثير من الأحيان لما نتبعه بحكاية يعني، بكل بساطة مثل الزبون عنا ما بده يأكل دسير عادي شايفه، فعملت له طلمية، لأنه part of our oven is to showcase المنقوشة، to showcase الفطاير اللي عنا هيون، يعني شيء كتير عظيم يعني كترويقة كستيبل. وستاتنا يعني كانت لما يفضل بجرن العجن، يفضل عجين المقرص، تحط لنا عليها شوية سمنة وسكر. وبالفعل يعني أنا مش قادر أعبر لك ردة فعل، تعابير وجهه على شيء أول مرة بجربه من شغلة كتير بسيطة. ستاتنا وجدودنا كانوا إنه إيزي، لأنه سهل موجود وغني. هيدا الشيء بيخلق ما بعود بينسى، بيجي بيقول لك انا هيدا المحل او this place دقت فيه شغله مو حياتي تذكرتها او دقيقه قبل. فهيدا الاسنس. بس الوضع تبع المحل يعني ان جنرال يعني، هلا نحن عم نعمل slower service than طموحنا واللي عم نفكر فيه لحتى نفتح بالليل. لما نفتح بالليل نحن we are targeting to عم نستهدف نعمل collaborations، تعاون بين كتير شفيه من الإمارات، من السعودية، من فلسطين، حتى انترناشونال من لبنان أكيد، من أوروبا، لحتى نبلش ندمج هالأيدياز مع بعضهم لنشوف هالوليد تبعه للأكل كيف بده يصير. وإكسايتينج يعني. So basically Anthony الكونسبت يلي عنا إياه، هلا عنا الميزا كاونتر برا يلي فيه مختلف أنواع الكولد ميزاز والسالد. عنا اللات السالد مع أوبرجين، عنا تبولة اللي هي قد ما فينا عم نقرب على التبولة اللي بناكلها كل يوم كنا ببيتنا ولا مونيرك. عنا الفتوش مع تغيير بسيط يعني، دخلنا له مثلا كارملايزد وولناتس. عملنا فتة باذنجان، بس اخذنا بدل ما نحط الباذنجان مطبوخ عم نحط كانه طبخين الباذنجان الصغيره
بننقرها وبنحشيها بكل حب وهيك، وبنعملها هول يونت بقلب ال كنا نحمص مع ميزو بريد ال شو بيقولوا لها هيدا سيد محمرة علقت مع الرمان، أرضي شوكي مع روكا، توميتو تارت يعني اي موجودين كل يوم، بندورة اللي بتشبه صحن البندورة اللي معودين عليه مع سماء وتوم وبصل، بطاطا حرة ومثل المقالي يعني في ناس مثلا بتروح بدها تاكل ساندويتش مقالي، عندي اوبرجين وعندي بروكولي وعندي قرنبيط معهم. تو لما نفتح الصباح في عنا اوفرز يعني للناس، نحن عم نشتغل ضمن بوكيت فريندلي بادجت للموظف اللي عم يشتغل هون، سو وي دونت اكسيد ا سيرتن اماونت اوف درهمز. يعني بنعمل بزنس لانشز، بنعمل كومبو يعني وير هي كان تشوز، بدل ما يختار البليت الكبير عم يختار ثلاث انواع من different types of plates لحتى ياكلون. احنا تقريبا بنفتح من الساعة 8 للبريكفاست، بنوقف بريكفاست على 11 we set up to get ready للساعة 4:30 5 بنكون خلصنا اللانش سيرفيس. عندنا 2 بلا دجور كل يوم، عندنا بلايات يعني هن بنعتبرهم احنا انكر باي منيو، التشيكن بريست، هاف تشيكن، ستيك بفتيك وبطاطا على طريقة البيت القديمة. كمان من ضمن الريبرتوار اللي عم نفكر فيه لليل انه نجمع هالحضارات، نجمع هالمطابخ الموجوده بالعالم. عندنا اليوم بدنا نعمل بالبرغل اللي هو ركن، يعني نحن اساس مطبخ اللبناني برايي انا على قدي هو البرغل وزيت الزيتون، هذا المنطلق، والباقي كله سيزنال ومن خير الارض. ونحن بلبنان طريقه البريزرفيشن او كانت بيعملوا المربيات والاومانك هي بتجي من اباندنس. أبندنس هو من كثرة، من خير. مثلاً إذا بتطلع على سكاندينافيان كونتري هي من سستيننس ليداينو، ليقدر يعيشوا ليغطوا هيدا. نحن لا، عنا يعني بيكون عنا ربار كتير كبير بالصيف وربار كتير بالشتاء، بس إذا عبالنا شيء بيجي بالصيف عنا منه بطريقة أو بأخرى. سو هنعمل نحن اليوم بالبرغل والرز ميكس. بدنا نعمل بايلا، البايلا بدنا نعملها مع سيفود بيسيكلي الفالنسيانا بحطوا عليها some sort of string bean string، بس نحن عنا لوبة بزيت so it marries together it works together، ورح نخلي فيها very delicious سكرات which is بتشبه لك شو حلو المطابخ عند بإيران عند بالبرجين كوزين عندهم التاديك. التاديك يقول لما يعمل الكراست الرز بإسبانيا بيحبوها كتير السكرات. نحن حنجرب ناخد هول الانفلونسز ونحطهم بالبلا، وبعدين لما تشوف الواحد إذا بضحك وعم يأكل يعني قطع نجحنا بالدفور. هاي شو هاي؟ هاي بيتزا، هاي منقوشة، هاي شو هاي؟ طلعوا من الأطراف، ملا ريحة طلعوا الزعترات محطوطين بكرم. بلشت شطريلتي ترافا بياخدوا العقل، كتير مبسوط انا ما قصروا ليها بالدولاب. تتحسوا بالزعترات بس كمية السمسم المحطوطة هون، الريحة ريحة شوارع لبنان على بكرة. مش معقول كتير شخن. اوف ده ريل ديل، يعني الضيعة مثل ما هي حمودة مش معقول. and then comes عجينة شوي مثل البيتزا، أكيد مرتاحة 48 ساعة. ما بدها سقعت شوي، مش مسؤول. وهيك ما نبلش. Oh my god، بتعرف في هلقة طيبة؟ فيها نسون بالزعفة. Oh my goodness amazing. ما قلت لكم انه التليين اخترعوا البيتزا من ورانا. ما قلت لكم توني علمتني شيف ايراني اسمه موشغان انه السافرن ان بارتيكولر احسن تو بلوم مش بماي فترة، هن they use it a lot بالبرجن كوزين، سبلومت مع ايس
سو انا كنت حاطط هير كابل اوف ايس كيوبس مع مع السافرين وهلا بدي احطهم على وجه البايايا. الأكل اللبناني، الأكل اللبناني بنعمل adaptation. الأكل اللبناني هل هو منزل وممنوع ندق فيه صحن الميزة نحن وعوجين عليه؟ أنت شو عملت هون؟ عملت بتسميها modern، بتسميها adapted، بتسميها كيف بتحب تفصل الأكل اللبناني على ذوقك؟ بدي يكون politically correct. بالنسبة لإلي الأكل اللبناني منزل، لأنه كل أم وكل ست وكل حدا منزلين، لأنه بكل طابق بكل بناية بكل بيت بكل ضيعة في مطبخ لبناني مستقل عن الثاني أنا بشوفه. بس اللي أنا بحسه كشخص إنه مش غلط نكسر تابو إنه نتعرف على كالتشرز جديدة، لأنه نحن عنا ريتشنس وغيرنا عنده ريتشنس. So we're gonna try بدنا نجرب نشوف كيف بنتلاقى مع غير حضارات مع غير ثقافات. لبنان يعني عندنا مثلا رز بفترة من الفترات هو دخيل على مطبخ اللبناني، الرز مظهر من مظاهر الغنى، إن كان محطوط بالمغلي ليبينوا قديش مبسوطين بالولد الجديد أو برشوه على العريس والعروس، العز للرز والبرغل شنق حاله. وهو مثل قصة كتير بهارات وصلت لعنا على لبنان مش موجودة عنا، السماق موجود عنا بلبنان، الكاردمون مش موجود، الهيل مش موجود. فإجا مع ستوري تبع سيلك رود من انديا من تشاينا، هالميرشنتس يلي كانوا عم بيبيعوا بهارات تكستايلز بيبرز بالورق، قصة كتير كبيرة كان، وميديسنز وإلى ما هنالك. البهار كان واحد منه، كان أول ستوب للميرشنتس يعني هيستوريكلي كان بيرجيا يلي هي هلأ إيران والدول حواليها. بس طبعا البزنس بيبل طمعين، سو كانوا يفكروا انه انا ببيع نفس البرودكت باغلى بمبلغ اغلى او بمور ريتيرنز اذا ببعتوا على مور تو ذا ويست. اند فورتشنتلي لبنان سوريا وفلسطين كانوا بوابه من خلال الموانئ، ونعرف يعني كان مشهور يا المير بشير يا فخر الدين انه هي واز سبيشلايزد من خلال مينا اللي بصيدا وبسور انه بتعطك بوسه المرتبه على الويست، يعني معروفين بالتريد. ف اجوا هول الانجريدينتس لعنا. اي ثينك بلبنان بسوريا بفلسطين وي ماسترد، يعني مزتنا بتشهي، بتختلف شوي عن تركيا يلي انا بشوفها مثلا لا بيرسونلي انترستينج اقل من لبنان، بينما اللحمه انه قوية الجماعه بيشتغلوا بالكبابز، بيشتغلوا خاصه المنطقه اللي فيها غازي عنتب وهيدي المناطق، يعني هن أرفا هن the center of the scene هون. فلجاوبك انه لا ليش ما بدي انا شوف تكنيك تركت الاساس وعملت adaptation. انا بالنسبة لي هو تعبير لألي interpretation. it's a portrait. انا بشوف هيدا الانجريدين قديش فيني اشتغل فيه لبين نكهتي حبي my passion my كل شيء اللي علق ببالي من انا وصغير لا هلا من خلال الاكل. هي سمبل. لكن البيت اللي عندك بياكل خضره مديترينيان دايت صح، فريش انجريدينتس وذ وذ نيو مودرن انتربريتيشن. اكزاكتلي 48 ساعه اتس بيج ادو 70% مي يس 70% هايدريشن سوبر 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 تندر اند فريش. كشك من لبنان بقلبي. زعتر من لبنان؟ أكيد. شكله، لونه، ريحته، مش معقول بطرافة، هيدي لازم بلش دائما من برا لجوه. إيه وطعمته أكيد. أوه. طعم. فيك تاكل معي إذا بدك. فيك تاكل معي إذا بدك. أكلت كثير اليوم. مش معقول. لا لازم هول. هيدا خبز. تريتد مع ميزو وبيعطيك ان اومامي فليفر باكك تو ذا اوفر اول اكسبيرينس، بيعطيك كرانشينس كمان. خمساتك طيبين.
ثانك يو. ياسين حدين من الحمص اللي معودين عليه نحن بالسوق، في حمص مع ان اليفيتد انتنس فليفر، ما بعرف افسر. اكل حمص كثير، في حمص مريت بقول حمص من اطيب حمصات البلد، حمص تقليدي، and then comes شيء جديد a different flavor. هلا ما نمس بالاساس اللي كان بدي اقول لك اياه، انه فيردر بدي خلي الحمص يجتمع مع كوجي فور اكزامبل تو انوكوليت رايس ليعمل لونجر فيرمنتيشن، بصير عنده بادي غير فليفر غير. And more so we can add flavors of the smokiness when we smoke it on a cold smoke لحتى to stretch this ingredient. يعني هلا عم حاول لك انه حبه الحمص هلا حدوقك شغله تاخذك للطفوله بالحمص. هلا هلا هالحبه قديش فينا نعمل فيها فتوشيتك رايحين. واو لا حموضة انتنسيتي سماء غير شكل، والخضرة اللي شربين الصوص تبعها ان كان الحامض وان كان الزيت تيش الخس شوي قد ما لازم، والخيار اختها حد التانية مع كراميلايز دولنس. عبيك شي ها؟ ماشي جود جوب ثانك يو. بس الاساس تبع النهار هو هيدا، برغل رز لوبيا خجين. هيدي هيدي اهم شغله انا اكتشفتها اول مره بالعراق، تيعملوا من قيمتك بيجيبوا لك الرز الملزق بالطنجره. يعني احنا بلبنان كنا نكبه، يعني مين ما ظبطت معك الطنجره كيف لزقوا الرزات. اند ذن كمز البايلا، اند ذن كمز هالاكل غير شكل. بليز اخر سؤال كيف بيطلعوا معك؟ كيف فكرت انه معقول اللوبيا اللبنانيه مع طعمتها وحلاوتها سويتنس تبعها تطلع مع رز يعطي هالتندرنس مع قرشه البرغله بلا ما تقعد بين السنين؟ كيف كيف so مالك كيف بيسكلي ب ب باسبانيا اتس هو هو بلا بيعطي هويه اسبانيا. اوكي وبيشوفوا حالهم فيه وبيفتخروا فيه. واحدة من التايبس اوف بايلا هو البايلا فالنسيانا يلي بحطوا فيها حسب الموسم بحطوا فيها اللوبي. فوانس عم بحضر كنت عم بحضر فيديو بلوجر فيري فيمس وان كان عم بيعمل بس ريبرتوار او ستادي عن عن الـ عن البايلا، وكنت عم باكل لوبي وعم بحط لوبي الزلمه اون ذا سبوت انه It's the same. أنا بشوف لوبيتو أحسن من لوبيتنا يعني. إنه إلى حد ما. ف this is how it came to me. وبدل الرز برغل. رياض good luck good luck بالكونسبت الجديد. Enjoy. أنا انبسطت إنه رجعنا شفنا بعضنا. أكيد. بعد ما حكينا أبداً شو عملت آخر 3 سنين، ما سألتك عن عائلتك، سلم لي عليها، ما رجعنا وريكونكتت مثل ما لازم، رجعنا التقينا من شغل لشغل لشغل. الله يوفقك. Thank مرسينا you. مرسينا أجت طيارة كرمالي. Thank you. روح على لبنان ونرجع نلتقى بالسفرة اللي بعدها. Thank you. شو اجى شو غطى عنا؟ هيدي طلمية جبنة. مع سمسم؟ مع سمسم. بقدونس؟ وبقدونس. كله بينقط عندهم من وين ما كان، زيت يمين شمال كرم بشكل. طلمية اثنين. هاي تلمية كلاس، هاي تلمية لابسة جزدان فيتون. تلمية أجانب. لأنه بس لحقينا أنتم من أول نهار لآخر نهار ورح تشوفوا أنه رح تغير شكلي، فضروري خبركم أنه عدنا لتظبيط شعر غير شكل عن صديقي العزيز عابد هون بالوان سنترال. فيكن تاكلوا عن طحينة من بعد الأكل غير شكل كنتوا تعملوا لهم هون. عبد ثانك يو. هاي زبطنا القصة، زبطنا التزيحة، لكن نرجع فريش عندنا ونهار بكفي. نهار عظيم انديد. It's a great day. واو كيف بلشنا كيف خلصنا؟ بلشنا ب مش عم ناكل سكر. كفينا بسكر كثير. كفينا بترويقة غير شكل، بغدا غير شكل، كفينا بأجواء رائعة. اوكي.
amazing day. بعد في عنا عشاء وبعد عنا وقفة private dinner مع أصحابنا. رح نصور العشاء بس إذا لقطت التليفون أنا وصديق اللي عزمنا على العشاء بعتقد بوقف يعزمنا على العشاء. متل فوتو مون. يلا see you around. We're having a great time. Okay. نحن غيرتبنا وزبط. يان كوفرير هون. ايه مكان روح. شطور هيدا. لحقنا وجينا لهون. هيدا شوف شو عنده. يلا ما نحن بس ما عم ناكل سكر. يا مش عم لا نحن مو في سكر. بلا سكر. لا لا بلا سكر. بس يان كوفرير من باريس جاي يعني عيب. ما فينا نعمل له زيارة. ايه. مفكر اخذ اكل شيء بيقرش. طلع لا. Good quality ingredients, good mix. Good enough. This one I feel. عندهم ثلاث أنواع يلي هن reconstruction of the cakes. عندهم milk soft serve. High end, مش دلعة, مش creamy, مش commercial. And then caramelized pecan on top. مع caramel sauce. بيركبها تركيب وحده ورا الثانيه. شفتوا اللمعه تبع البوظه قديش حلوه. I'll come back for this all the way. ما بدك تبوها. I'll definitely come back for this. بتعرف it's an upscale version of good ice cream and wow beautifully done. مرت الجمعة رح اطلب هذيك اثنين عندهم ثلاث انواع. Oh love it. بتاخذ معلقة معك. طيبة طيبة كثير. يا ريت طلبت البوظة من الأول. يمكن الكيكس آخر النهار كانوا شوي هيك. I was expecting إذا بدكم التكستشر تبع البسكوي المضبوطة بس يعني بفهم صارت الساعة 7 بالليل. بس هاي؟ دبي has a good gourmet soft serve. Delicious. اه رح نتعشى مع الزلمة. اوبس خلاص اخر واحدة. ارجوك ما بدي اكل حلو.